لك ان تجمل ما اردت. يلا. لكل اعضاء النادي الاهلي ولكل جماهير النادي الاهلي، الاهلي يريد لائحه خاصه به تليق به، ويريد ان يفتح الباب امام كل الانديه المصريه ان تتحرر من قيود التدخل الحكومي او الهيمنه الحكوميه، حتى ولو كانت في ثوب اللجنه الاولمبيه المصريه. النادي الاهلي لا يعادي احد ولا يريد اقصاء احد. النادي الاهلي يريد المحافظه على كبريائه وتحقيق حلمه القديم بان تكون له لائحته المعده من ابنائه وليست مفروضه عليه من اي جهه اخرى. النادي الاهلي قدره دائما ان يدير ان يقود حركه الرياضه المصريه للامام. كان انت حضرتك قلت لي في وسط حوارنا انه كان كابتن حسن اللي هي اللائحه بتاعته وطبقت مش عارف باثر رجعي ومش باثر رجعي. لا لا هي لم تطبق اصلا. انا عايز اقول لك كان هي كل لما فرض بند كل المشروعات لما فرض بند كل المشروعات من الجهه الاداريه طبق باثر رجعي. كل المشروعات اللي قبل كده اجهضت لانه كان القانون لا يسمح للانديه عموما بان تضع لوائحها الخاصه، هي لائحه واحده وهتطبق على كل الانديه كبير وصغير. تمام. احنا بس الاهلي حاول استغلال انه القانون الجديد منح الانديه هذا الحق. لكن واضح انه في ناس ادت الحريه باليمين وبتاخدها بالشمال وخدتها بالشمال. قالت برضو عيب ان احنا نقول كده ليه؟ ليه؟ حتى لو ده رغبته، حتى لو ده احنا لن نسمح له. لن نسمح له بايه؟ ان احنا نيجي ونحضر. ما ينفعش ان النادي الاهلي في لحظه مصريه يبقى متخوف من عدم المعارضات الجمعيه. عايز افهم الناس او مش ما اقصدش انا فاهم وزع اللائحه. عايز اقول للناس انه دي والله العظيم دي ما هياش انتخابات وما هياش حسابات خاصة وما هياش مصالح خاصة بأحد، دي للنادي الأهلي. طيب سؤال بقى أخير والأستاذ إبراهيم هيلخص لنا برضو اللي فهمه واللي عايز يقوله. دلوقتي احنا بنقول دي موقف خاص جمعية خاصة واجتماع خاص. ها؟ لا لا جمعية مش اجتماع، جمعية خاصة جمعية أصل. لا ما هو اللجنة الأولمبية وهي بترد في إطار الفوضى والهرجلة، مره يقول لك جمعيه ومره يقول لك اجتماع. ده ايه انت عايز تقولها؟ ايه دي جمعيه خاصه. اذا جمعيه خاصه، هذه جمعيه. الاجتماع يقتضي المكان الواحد. يعني لما اجي اقول انا عندي اجتماع مع الاستاذ عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي يبقى معناه ده مكان واحد. دكتور احنا بس انا يعني ما سالتش سؤالي وبتزعلوا مني لما بقول لكم استنوني. هو انا لما الناس تجتمع استاذ ابراهيم منيسي بيتكلم اكتر منك هو. مش سيبك من كتر الكلام، في اسئله ممكن واحده. لما الناس تجتمع ياسر المسألة مش كتر كلام، المسألة الكبسولة اللي الناس عايزاها. أنا عايز أوصل رسالة دلوقتي مهمة جدا. إحنا دلوقتي ده حق بنعمل النادي جمعية الأهلي. إحنا كلنا رايحين عشان حق النادي الأهلي. إذن لا فريق، لا مصلحة فريق ده ولا مصلحة فريق. خلاص خلصنا من دي. إحنا أنا اللي عايز أقوله إيه؟ أنت بتقول دي جمعية خاصة مش كده؟ مش اجتماع، ماشي. أيا كان. وهتفسر الفرق بين جمعية والاجتماع أو فسرته. إذا هذه جمعية خاصة تحدث لمرة واحدة. إذا هذا لا يرتب حقوق مستقبلية إن لأي فرع من الفروع يقول لك اعمل الانتخابات عندي زي ما أنت عملت الجمعية دي. أرد عليك إجابة تريحك؟ مش تريحني، عايز الإجابة تريح اللي هتحصل. تريح أعضاء النادي كلهم. الإجابة اللي هتحصل. جماهير الأهلي كلهم. حينما تناقش ميزانية يجب أن يكون مكان واحد. حينما تناقش او تقرر حاجه مصيريه بالنادي الاهلي ومحتاجه نقاش واراء يجب ان يكون مكان واحد. طب ما فيش اكتر من لائحه واحده يا دكتور، لكن نظام اساسي. ما انا هقول لحضرتك في اطار الاستدراكات كانت اللجنه الاولمبيه المصريه لما اديك استخدمت الاستدراكات لما اعتبرت النادي الاهلي على انه 12000 ونص، بعدين فاقوا بعد اربع خمس ايام انه 12500 هيجوا يناقشوا. تخيل انت يعني ايه تناقش 12500 في لائحه؟ لا هو هيصوت مش عبس يعني. هو قال لك في الاول مش تصويت، كانت مناقشه فراحوا عاملين استدراك انه يجي يصوت ويمشي على مدار 10 ساعات. انه يصوت ويمشي على مدار 10 ساعات. فهنا تصويت. احنا انا بسهل على اعضاء النادي الاهلي. خلاص ده الغرض، ما احنا خلاص دي. لكن النهارده السؤال على شيء يبقى السؤال. انت كنت ماشي كويس وقطعت الكلام. ما هو استاذ ابراهيم بيفتحني في الكلام. انت قلت هو بيستدرك عشان ما بيسيبوش حد يخلص كلامه. يعني هو ماشي كويس معانا ومع الناس. انت بتقول لو مناقشه ميزانيه يبقى مكان واحد. لو مناقشه اي حاجه
عايز تجيب تشتري حاجه تبيع حاجه عايز تعمل مقر جديد زي التجمع ده يبقى مقر واحد مش اي حاجه فيها حوار او مناقشه طيب لو انتخابات هقول لحضرتك على حاجه اصل ليه بسال السؤال ده قبل كده كل الجمعيات العموميه المقرونه بانتخابات كان من ضمن جدول اعمالها مناقشه الميزانيه واعتمادها ان انت رديت طب لو انا ما حطيتهاش او حطيتها على يومين حطيتها فين ما حطيتهاش في الدعوه بتاعت الانتخابات ما حطيتش مناقشه خليت مناقشه الميزانيه قبلها ب10 ايام وفصلت الانتخابات ليوم تاني اعمله في اكتر من مقر انا بسال اسئله مستقبليه يا استاذ ياسر انا لسه انا ما عنديش اجابات عندي بس ما عندكش يبقى برضو دي اجابه اتفضل انا اعتقد يا دكتور الاهم في كل ده هذا الصدام اللي حاصل بين اللجنه الاولمبيه والنادي المفترض انه في جهه فاصله هي لم تختفي بعد ربما موجوده وراء الستار وزاره الشباب والرياضه لانه نبقى فعلا في حاله عبث حقيقي لو اعتقدنا او صدقنا ان الوزاره مش موجوده في المشهد لا موجوده موجوده طبعا والوزاره ما زال لها دور الوزاره مين اللي هيراقب الوزاره هي النادي الاهلي ويقول ال 12500 دول مثلا مثلا في حد يعني مندوب من الوزاره طبعا الجهه الاداريه لازم تكون ممثله وبعدين هو دلوقتي طب حدثت حلو قوي حلو قوي الكلام ده طب ايه الريفرنس اللي هتراقبني على اساسه ايه المرجعيه قال لك تفويض من اللجنه الاولمبيه ايوه للجهه الاداريه تستعين برجال الجهه الاداريه هو كله بيخرج بره المسؤوليه القانونيه لمراقبه مجموعه من الاجراءات والتفاصيل اللي هي ايه اللي هي النصاب القانوني